الويكند موسى معكم حتى النصف نهار 9:13 سعيد جدا في الانترفيو لليوم السبت وانه معنا سي فهمي شعبان رئيس الغرفه النقابيه للباحثين العقاريين. صباح الفل مرحبا سيدي رمضانك مبروك. شكرا صباح الخير نشكرك على الاستضافة ونحيي مستمعي راديو ميد. ربي يفضلك سمحنا ما جبنا لكش قهوة لا ماء لا سيدي رمضانك مبروك الناس كل إن شاء الله يلا مرحبا بالصحة عايشك ربي يفضلك. شوف ساعات وقت اللي نجيو بحذنا فما قطاعات تلمو نعرفوا الوضعية متاعهم ونعرفوا المشاكل اللي تعيش فيهم ساعات مش نسأل وش يقولوا شنو أحوال القطاع البعث العقاري شنو أحوال قطاع البناء شنو أحوال هذا الكل مش نسأله أنا نعرف الإجابة. وقبل أزمة الكورونا حكينا مع بعضنا في أكثر من مرة مشكلة اليوم كبيرة شنو أحوالكم في أزمة كورونا. والله هي تشغل زادت بف في ظهر. أي احنا والله في الحقيقة ما نحبوش نثقلوا على معناها الجائحة متاع الكورونا. احنا معناها القطاع متاع قطاع البناء مواد البناء صناعة مواد البناء وتجارة مواد البناء بكل معناها معناها بكل الأصناف متاعه معناها وقطاع البعث العقاري هذا يتمس عنا أكثر من 3 سنوات من بداية متاعه بدأت من بعد 2012 معناها عدة قرارات عدة معناها في كيف ثم الضغط معناها جبائي جديد معناها ثقل على القطاعات هذوما. بالطبيعة احنا معناها القطاع هذايا هو عنده مدة معناها يمر بصعوبات وجات الكورونا بالطبيعة زاد كملت عليها معناها جائحة الكورونا. لكن احنا الأزمة متاعنا ما قبل الكورونا الحقيقة وما بعد الكورونا بإفكتيفمون طبعا لأنه ما قبل وما بعد كيفاش هو سؤال اليوم اللي هو طرحناه حتى على مع مستمعينا وباش نطرحوها عليك بطبيعة الحال سي فهمي كيفاش يمكن لقطاع يحتضر وقطاع يعاني في مشاكل كبيرة كما قطاع صناعة البناء وقطاع البناء كيفاش ينجم يكون هو حامل القاطرة نتاع التنمية أو كيفاش ينجم يكون هو الحل لهذايا هاو باش نجيو هذايا. ولكن قبل حاب نسأله ساعة على قداش عندكم من عامل اللي مباشر وغير مباشر في قطاع متاعكم لأنه قطاع مهم جدا وتقريبا الكل اليوم قاعد وشاد الدار مشاكل أخرى يظهر تنظاف للاقتصاد الوطني خلنا نتمانوا ساعة ونحبوا نعرفوا بالأرقام قداش عندكم من خدام اليوم في قطاع معناها صناعة مواد البناء وقطاع معناها فهمت تجارة المواد البناء بالجملة وبالتفصيل ومن وال يعني والباحثين العقاريين بطبيعة ومعناها العديد من المهن اللي هي مكملة للقطاع البعث العقاري ولا قطاع البناء معناها عندنا مليون مباشر وغير مباشر يدعم له عندنا مليون مباشر على الأقل أي ونجيك نقول لك اليوم راهو قطاع معناها كي نقولوا قطاع بعث العقاري راهو هو سي معناها هو القاطرة رأس القاطرة هو البيراميد هو رأس القاطرة متاع قطاع مواد البناء معناها ككل. وبالنسبة كيف المقاولين أخي شكون معناها يخدم فيه مقاولين جميع معناها أصناف متاعهم يعني كيما نقولوا مقاول البناء مقاول الكهرباء مقاول الدهينة مقاول الضوء مقاول الشوفاج الكليماتيزاسيون البلار مقاولين متاع بلار معناها زيادة على ذلك ثم راهو صناعة البلار وثم المقاولة متاع البلار والبلار يتصنف على العديد من الأصناف. وتعرف احنا في الجامعة الوطنية للبناء عندنا أكثر من 20 معناها رئيس غرفة وطنية رئيس غرفة نقابية وطنية للباحثين العقاريين. اليوم القطاع هذايا بطبيعة معناها نشوفوه اللي ثم شلل تام في القطاع هذايا. اليوم ثم نقولوا احنا الديزاينر اليوم معناها عنده معناها مرتبط بقطاع البناء ومرتبط بالقطاع البعث العقاري. اليوم المهندس المعماري قلت المهندسين من جميع معناها اختصاصاتهم كيف مكاتب مراقبه نتاع معناها لي بيرو دو كونترول نتاع الحظائر نتاعنا نتاع الشوانت نتاعنا نتاع معناها عندنا من جميع اختصاصات. احنا كي نقولوا مكتب مراقبه راهو مسؤول على البيتون راهو مسؤول على الكليماتيزاسيون راهو مسؤول على الالكتريسيتي مسؤول على السيكوريتي عندهم معناها اكثر من 7 أو 8 معناها مهندسين كي نقول مهندسين عندهم اختصاص
في البنية هذيك معناها ويتبعوا. وزاد كيف كيف الخدمة نتاع الهندسة المعمارية وقت نخدموها تعرض على مكتب معناها المراقبة يدرس الجميع معناها الهندسة المعمارية متاعها ومع مكتب الدراسات. فما برشا فما برشا مهن تقريبا أكثر من 200 مهنة أكثر من 200 مهنة مربوطة أكثر من 200 مربوطة بالقطاع نعم. حبينا نقدم شوية سي فهمي في باش نفهموا بالضبط المشكلة اليوم كيفاش هو السؤال اللي تطرح كيفاش ينجم يكون اليوم قوة ضغط أو قوة حلول بديلة أو ينجم يكون هو البديل أو ينجم يقدم بدائل للاقتصاد الوطني الامتصاص البطالة باش كيفاش ينجم يغير من منوال حتى التنمية في حد ذاته قطاع البناء. والله هو الموضوع معناه مبسط برشا وبسيط معناه يلزم يكون لابد تكون ثم إرادة معناه سياسية ثم إرادة سياسية باش تعطي دفع للميدان هذا للقطاع هذا قطاع البناء مواد البناء وقطاع البعث العقاري. أنا أقول لك اليوم شنو الحلول تعرف قلنا ثم مليون ديركت وان ديركت واليوم نعرفوا عنا معناها الوضع نتاع تونس ووضع العالم الكل. نشوف اليوم وضعنا في تونس ما بعد الكورونا السياحة ما ثماش عندنا قطاع الفلاحي عندنا قطاع معناه البناء ككل وعندنا كيف كيف بعض القطاع الخدمات لابد القطاعات هذوما باش تعول عليهم الدولة في معناها دفع الحركة الاقتصادية معناها في المستقبل. بسيطة اليوم المواطن اليوم ثقافته واليوم معناها ثقافة المواطن التونسي هو اقتناء مسكن نشوفوا احنا مش منذ الولاده نتاعو والحلم نتاعو وثقافته منذ يتولد العائله تفكر باش كيفاش تبني يا ما تزيد بيت يا ما تزيد ايتاج يا ما تشري له وحده يا ما تعاون ولدها وهو كيف كيف ثم ثقافه معناها وهذا حق دستوري للمواطن باش يمتلك مسكن. اليوم معناها المواطن يمشي يعمل كونسلتاسيون يمشي للبعث العقاري يعمل وعد بيع او ياخذ معناها اوبسيون دو فونت ويمشي البنك يقى روحه اليوم يعملوا له دراسه سيميلاسيون يقى روحه ما عندوش كاباسيتي دو رومبورسمون الشتائي والصيف ما يقاش سهل برشا كيما نشوفوا احنا تو في اوروبا معناها ما ثماش تي ام ام ثم بلس 1.25 1.095 وصلت السنة 0.65 تمشي تاخذ كريدي 0.65 ثم ناس حتى 0.20 في اوروبا. احنا اليوم القرض نتاعنا قرض المواطن اليوم يتكلف حتى يوصل 13% بين التي ام ام وبين نسبه الفائده نتاع البنك هي لي زانتري بانكير معناها نقاو يلقى روحه يمشي ما بين 11.5 12% حتى 13% مش معقول. احنا اليوم طلبنا قلنا احنا معناها طلبنا باش معناها باش الدوله تاخذ على عاتقها تعمل تي ام ام التي ام اي تو دو مارشي ايموبيلي يعني نسبة الفائدة المديرية العقارية التفاضلية يا سيدي نعملوها 3.5 مثالش نقسموها على 2 توا وصل هي 7 ساتي كلك في شهر ماي ظهر لي في شهر مارس طيحوا منها 100 نقطة بداية من ماي لكن هذا مش كافي. احنا قلنا 3.5% معاه زاد كيف كيف البنوك راهو نشوفوا في المغرب عملتها الانيسياتيف توا دنيرمون عملت في المغرب البنوك كيف كيف كانت معناها الثقل 3 نقاط 3 معناها 3.5 تنازلت البنوك في معناها في المغرب البنوك مش بنك المركزي وضع معناها وخذوا قرابة 50% من اللي كانوا ياخذوا فيه معناها ولات 1.5 2% تولي مع 3.5 اللي تعملها معناها الدولة اللي تاخذ على عاتقها الدولة مع البنك المركزي معناها تولي نسبة الفائدة المديرية التفاضلية العقارية ب 3.5 تولي 5-6% تو تشوف اليوم سهل برشا بسيط برشا مش يتحرك قطاع البعث العقاري وقطاع البعث العقاري شوف اللي وراه واللي مش نحكيه فيه ونقول لك انا اليوم معناهاش فما من صناعه مواد بناء وش فما مقاولين مش تخدم وش فما مكاتب دراسات وش فما مهندسين معماريين ومش يحرك الى جانب الصناعه الى جانب الصناعه اللي هي في كل المجالات من السيراميك للياجور للحديد للبلار للمواد المقاطع للمقاطع في حد ذاتها الكل 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 فما جانب اخر مهم جدا سي فهمي
اللي هو الجانب الاجتماعي اليوم. جانب الاجتماعي انا بور موا اللي هو يمثل اليوم نقطه تعجب، مش حتى استفهام. اذا بلاد تعاني في مشاكل كبيره نتاع السكنه، ونعرف مليح هاي جات الجائحه زاد عرات هذايا، الضغط النفسي والمشاكل النفسيه اللي تعيشها العائلات اللي اغلبيتها تعيش في اس بلس 1 واس بلس 2، معناتها في وسط عائلة بعضها، علاش ما تمشيش الدولة وانه تحل جناحها وتحاول تمشي تعميم السكن؟ الناس الكل تعاني تجري ما تلحق، معناتها في الكراهية اللي قاعد يغلى كل يوم. والإشكال الكبير اني اللي مش فاهم وانه المساكن متوفرة. اليوم قديش عندنا من مسكن متوفر ومسكر بيبان، وقديش عندها مسكر؟ تو فما بلاصات بالله العظيم نتعداوه في برشا بلايص. عندها سنين الله وهي حاطين الورقه قاعدين يبيعوا، نقعد نقول يا اخي التوا ما تباعوا، سي تري بيزار. شوف نقول لك حاجه، البيع ايش عندكم المسكن بربي؟ نقول لك تو نوصل لك لهذايا، ثم الباعثين العقاريين كانوا قبل 2011 كنا نبنيو يعني 18,000 مسكن في العام بين قطاع العام وقطاع الخاص. قطاع العام عنده منهم 1200 1500 مسكن، بين معناها ثم شركات معناها كيما سبرورس كيما فهمت السنيت، معناها يبنيوا قرابه 1000 1500 مسكن، واحنا عندنا بريسك 16,000 ولا 16,500 مسكن، معناها نبنيهم في العام قبل 2011. نجيو نقاور واحنا اليوم نصوا نبنيو في 4000 و4500 مسكن. شوف هذا مونكا غني للدوله، احنا كي تطيح 10,000 ولا 12,000 مسكن في العام، معناها ما نبنيوهمش، معناها هذايا قلنا القطاعات الكل تمست، قلنا اليد العامله كيف تمست، الدوله زاده مونكا غنيه للدوله من الجبايه. وقت اليوم عندك معناها نقص 12,000 مسكن معناها تبنيها في العام، هذايا مس بطبيعه من معناها تمس من الجبايه، من مدخول الجبايه للدوله التونسيه. وقت الشركات ما عادش تصور وما عادش تخدم وتنقص هذايا، والكيف كيف العامل ما عادش ثم خدمه، ويولي يلتجا العامل باش يخدم في النوار. شي معناها في النوار يمشي اهو واحد ما يبني اهو يعمل في سقف اهو زاد بناء فوضى فوق داره اهو مشى خدم له ياخذ ليسات في النوار. وزاد ثم حاجه اخرى نحب هنا ناكد، الدوله زاد معناها بامكانها باش توقف ثم النزيف نتاع القطاع الموازي. اليوم ثم ناس تبني في بنايات وفي عمارات وعنده الحق يقول لك انا ما ندخلش البروموسيون. وقت ندخل البعث العقاري اليوم انا مهدد من كذا ومن كذا ومن كذا، وتعرف اليوم ثم مراقبه جبائيه ومراقبه معناها اداريه كي يبدا الواحد مرخص. تبقينا هذوما اللي في النوار اليوم معناها قاعد يخدم في ليساتو كاش، يخلص المهندس كاش، يخلص لك فهمت المقاولين من جميع معناه الاصنافهم، يخلصهم بالكاش، يشري بالكاش، ما يحبش فاكتور، ويجي يبيع حاجه تسوى 600 700 الف دينار، يبيعها ب 200 الف دينار ويخلي الباقي في جيبه. ما ثماش يعني اليوم احنا نعيشوا موجودين، نبداو من تونس العاصمه، في تونس موجودين، وقلنا عليه سنين واحنا نقولوا راهو عندك في المنطقه الفلانيه هزينا بالصوره وبالتصاور وبالفيديوهات، السيد الرئيس الحكومه السابق علمناها وزارته كيف وزاره التجهيز، او الصاير او اش فما او اش قاعد يصير او في المنطقه الفلانيه او في ولايه صفاقس او في ولايه سوسه او في ولايه المهديه او في ولايه كذا، قاعد الناس تبني وقاعدين يتفرجوا عليهم. واللي يقول لك احنا معناها جات لجنه التحاليل الماليه كالعام يقول لك راهو قطاع البعث العقاري هو مساهم معناها في البلانشيمون دارجون. خاتينا احنا قطاع منظم، وقت اللي انت مسيبه، وقت اللي انت تعطي معناها ابارتير من 150,000 دينار وثم اربع وثائق تجيبهم وللتو موجوده يتحصل على رخصه معناها تعاطي قطاع البعث معناها رخصه تعاطي. شو هذه بالضبط؟ خليني نفهموا النقطه هذه بلانشيمون. اي سيدي نشوفوا احنا بعد 2011 ثم ناس عندها هب ودب معناها ينجم يكون بعث عقاري يجيب 150,000 دينار ويقع معناها يبلوكيهم في البنكه ويقول لك جيب لي شهاده باللي انت معناها مش تتعامل مع ارشيتكت بالطبيعه نجيبها له، ومش يجيب لي معناها التزام باللي انت مش تتعاون مع ذوي الاختصاص معناها نجيبها صحيح وتصبح باعث عقاري. وباعث عقاري برا مش يخوض،
برا اي في الغلاف مهنتكم شنو تقول بالضبط؟ احنا مهنتنا قلنا يلزم يكونوا ناس على الاقل يكونوا من مهنه، يكون انسان عنده تجربه، تكون عنده خبره، نطلعوها المليون دينار، خاطر 150 الف دينار اليوم اقل ارض مش تاخذها ومش تعمل عليها مشروع تسوى معناها 10 مليون دينار و8 مليون دينار تسجيلها، تسجيلها للدوله، تسجيلها على الاقل تخلص عليها 900 مليون و700 مليون ما تشريش اس بلس ان ولا اس بلس 150 مليون صحيح. دونك هذايا معناها واحد اليوم نشوفوا احنا بعد 2011 خرجت برشا ناس وخذات معناها اراضي عقارات، معناها خذات اراضي في كل انحاء الجمهوريه، الناس استثمرت ردوه مستثمرين ورجال اعمال خذوا الاراضي وثم اللي بنى عليه وباع وفهمتوا، ثم اللي خذا رخصه وثم مهن اخرى متشابكه اليوم تلقى في البعث العقاري، ثم مهن اخرى مش لازم نذكرهم، اما ثم مهن نوبل في البلاد عندهم بروموسيون موبيليير ومخلي لك جيرون وهما يسيروا في الشركات هذه. اليوم هذايا مش معقول، انا كي نلقى شركه مش نعرفش انت تشير لي وانه فما شبهات في 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 تعاطي مع هذا الملف، ما نعرفش الناس مش شبهات معناها نقولوا اليوم خلي للاهل، خلي الناس المختصه تخدم في القطاع هذايا. اليوم تخلطت فيه من هنا ومن هنا، اليوم تقول لي قداش عندكم مسكن؟ انا نقول لك اليوم مش عندنا مسكن، شاغر عندكم الفاتح ولا فما لا انتوما بعت ولا جاي شكون سكن؟ انا نعطيك هنا رقم، نعطيك رقم والرقم هذايا في ابارتير من 2016 معناها في اواخر 2016 و2017 اتفقنا وخدمنا مع حكومه السيد يوسف شاهد على اساس ثم برنامج المسكن الاول. باهي المسكن هو برنامج رائد في الوطن العربي، فيه نسبه 80% من من 80% من قيمة المسكن تاخذها بواسطة قرض بنكي و20% بواسطة قرض ميسر من طرف الدولة وتخلصوا خمس سنين ديلي دو غراس، معناها تاخذ دار ما تخلص حتى مليم، تاخذ دار معناها تدخل 0% مسكن. هذا ممتاز، لكن هذا يتعثر معناها تعرف كي خرجوا الامر الاول واحنا حاضرين وشاركنا فيه، لكن لا حول ولا قوه لنا، معناها تعرف انت معناها ثم وزارات تشارك فيه وثم ادارات واداره ما نعرفش اداره معناها برشا ادارات كيما نقولوا الشؤون الاجتماعيه، البنك المركزي، بنوك، وزاره الماليه، وزاره التجهيز. المهم المسكن الاول اي المسكن منجح. المسكن الاول ثم بطبيعه ثم الامر اللي خرج يقول لك هذايا معناها الاعزب ما عندوش فيه الحق، الارمل ما عندوش فيه حق، المطلقه ما عندهاش حق، اللي ما خذتش راجل ما عندهاش فيه الحق. قلنا له مش معقول تجي تقصي تخلي فئه على فئه، معناها مش معقول اذا كان واحد اذا قلنا لهم وتكلمنا، كذلك كان المدخول من نسبه معناها المدخول الخام معناها البريت من 4.5 مرات السميك الى 10 مرات، قلنا لهم مش كافي خاطر احنا ثم نظام من 1 حتى 4.5 ثم نظام فوبرو لوس 1 و2 و3، وجينا من 4.5 وما فوق قلنا على الاقل تخلي 12 معناها 12 مره معناها نشوفوا كوبل مراه ورجلها باش ينتفعوا بالمسكن الاول، مراه ورجلها تخدم تكون معناها الراتب نتاعها ما يفوتش 12 مره سميك، خلاوها 10 مرات. نقول لك زاده اللي عنده اللي ورث بيت صابون من دار بوه او عنده ورثه وتقسمت وتسجلت ما عندوش الحق، محروم من هذيك، معناها ثم برشا معناها شروط مشحفه من الاول قلنا لهم راهو مش معقول ما يتمشيش. خرج الامر 31 جانفي 2017 وعملنا الحفل في معناها في دار الضيافه وشرف عليه رئيس الحكومه وتعديت ووقعت 17 بنك وخدمنا وجينا نخدموا نلقاو صعوبات من الناحيه هذه اللي قلنا هذاك علاش ما نجحتش اخر العام معنا. في 2017 السيد رئيس الحكومه ظن قال يا سيدي ما يسالش يا سيدي اسمع كلامنا وقال اعملوا عليه جلسه، عملنا جلسه في 2018 في جانفي 5 جلسات خرجنا معناها اعطينا مقترحات نتاعنا، كانت زاد البلافون تاعها 200,000 دينار، تزاد التي في ولات 250,000 دينار، دونك معناها خدمناها في جانفي 2018، الأمر خرج في 2019، الأمر خرج في 2019 بعد عام، وبعد نهار اللي خرج الأمر نقاو تي ام ام طلع الفوق ولات واحد، اليوم استهلكنا ولات اليوم ما يشفي مستطاع التونسي باش يمشي يتوجه وياخذ الدار هذه، ولات اليوم معناها خذينا استعملنا منه 1000 مسكن اللي بقيمة 30 مليون دينار وما زالت معناها خط تمويل ما زالت فيه 170 مليون دينار
ما يعادل 6000 مسكن. هذا اذا كان جينا للمساكن هذوما نتاع المسكن الاول تو على ذمتهم عليها ونستناو. انا اللي فهمت لكن اللي فما عندنا 6000 مسكن على الاقل عندنا شويه شقق فاخره وعندنا شقق معناها باش نرجعوا نكملوا معاك بعض التفاصيل. فاصل صغير وانا راجعين. قفة رمضان اربح كل يوم قفة رمضان على راديو مات من الاثنين الجمعة في ترانكيلا والسبت والاحد في الويكاند. رمضان السنة على راديو ماد رمضان الخير والبركة. بوحدتنا نصنع قوتنا، غدوة نبنيو ونصلحو. باش تتحصل على الدفعة الثانية من المساعدات الاجتماعية وعندك كارني أصفر يكفي باش تحل حساب افتراضي في تليفونك. كيفاش؟ سهل، استعمل نمرو تليفونك اللي مسجل باسمك وبطاقة تعريفك، اضغط على نجمة 1021 نجمة نمرو بطاقة تعريفك ودياز، اختار البوستة ولا البنكة اللي تناسبك، تبع المراحل كل من تليفونك وهكا تتحصل على فلوسك من أقرب مكتب بريد ولا بنكة ولا موزع آلي من غير زحمة وفي الوقت اللي رايحك. فلوسك تبقى على ذمتك، تحافظ على صحتك وصحة غيرك. بلادكم ما تخليهاش بيكم. الويكاند في رمضان، الويكاند في رمضان على راديو مات. مازال معكم مع السيد فهمي شعبان رئيس الغرفة النقابية للباحثين العقاريين وقطاع البعث العقاري والسكنة في حد ذاتها اللي هي تعاني مشاكل كبيرة. هو يعاني وفما مشاكل، والمواطن اللي يعاني زاد اللي هو أمنيته وحلمه أنه يكون عنده منزل ومسكن محترم ينجم يعيش فيه بعيدا على الضغط وغيره. طيب عنا تقريبا قلنا اليوم شاغر 6000 مسكن شاغر الى جانب هذايا الشقق الفاخره او بعض الفيلات والرفيعه موجودة. والرفيعه اللي هي موجوده موجوده في 6000 هذوما. وقتاش تنجم مثلا لو شو تقترحوا على الدوله باش نحاولوا نسهلوا اكثر الامور للمواطنين باش ياخذوا مسكن وباش نجموا ندخلوا ونبنيوا من جديد؟ يظهر لي على ما يبدو الامور والمرمى حابسه، خلينا نقولوها بلغه التونس، المرمى اليوم حابسه مش قاعده تمشي. بلاد تنقص فيها قريات معناها بلاد حابسة اقتصاديا، واحنا نشوفوا إذا كان ثم دول معناها قاعدة تتقدم واقتصادها قوي تهبط البلاد تقل القريات متاعها. هذه موجودة في كل العالم. سيلو باتي موفا توفا باهي. احنا اليوم نقول لك معناها موضوع بسيط برشا، طلبنا ديما نعاودها تي ام ام تو دو مارشي ايموبيليي، معناها نسبة الفايدة المديرية العقارية تفاضلية. يا سيدي اليوم عندنا 7 نقاط، اليوم نقولوا عندنا 7-7 بوان، طالبين 3.5. وكما قبل سيد رئيس مجلس نواب الشعب منذ معناها اسبوع قال لك علاش ما نخليوها الزيرو. قلت له يا سيد الرئيس هذه يرحم والديك هذه حاجه باهيه برشا. هذا نقول لك هذا اليوم كي تعملها زيرو. اي وعلاش ما نخليوهاش زيرو؟ اي علاه ما تخليها زيرو؟ قلت له هذه يا سيدي خدمتكم انتم، الدوله التونسيه مسؤوله. هذه بين وزاره الماليه ورئاسه الحكومه وكيف كيف اذا كان يجي يساهم مجلس نواب الشعب والمحافظ البنك المركزي. عندنا اكثر من عامين واحنا نناديو بها. يا سيدي المواطن انا ما حاجتي بشيء، انا اليوم سهل لي على المواطن. عندك 7% زاده، احنا ثم تي في 13% الاداء القيمه المضافه، معناه وقع توظيفها من 1 جانفي 2018 من نهار اللي دخلت التي في هذه معناها حيز التنفيذ. اليوم طاح قطاع معناها القطاع البناء ككل وقطاع البعث العقاري. احنا طالبين تخفيضها الى 7%. لا يشتكي الراعي ولا يجوع الذئب. تتقسم هذه تسهل للمواطن، تطيح حتى في معناها في الكلفه نتاع السكن، معناها كي يخليوها 7%. احنا سيدي ما احناش نحكيو جنرال يقعد كيما هو 19 و13%. انا نحب اليوم كي نبيع دار نبيع المواطن نعمل فيها 7% تي فيا فقط 7%، معناها اليوم هذايا تسهل وتخفض على المواطن هذوما. وكيف كيف نرجعوا ثلاثة حاجات عملتهم الدولة التونسية معناها ثقلتهم ثقلوا في السنوات هذه الأخيرة. حاجة الثالثة هي نسبة التسجيل بالمعلومة القارة. يا سيدي المواطن نحبه كما كان ياخو قبل 2011 ياخو دار معناها يسجل بالمعلومة القار، يعني بالباج 15 دينار كانت تاول باج 25. يا سيدي بالباج
وسيبه يا سيدي، خليه يستجيب المعلومة القار، فرهده، خلي هو يحرك لك القطاع كامل، خلي هو يخدم لك القطاع البعث العقاري. يا سيدي قطاع البعث العقاري راهو مش وحده. أنا طو بعض لحظات نحب نقول لك شنو معناها المواد اللي قاعد معناها يستهل يستعمل فيه القطاع البعث العقاري، شنو معناها التجار قاعدين يخدموا، كون بيع بالجملة كون حلقة كاملة معناتها، حلقة كاملة، حلقة يا سيدي حلقة كبيرة. البنوك تخدم اليوم وقت اللي يتحرك الباتيمون، البنوك قاعدة تخدم، تولي تخدم، المصنع يخدم، ومعناه الدور معاه يد العاملة كيف كيف يخدم وفهمته وياخو كريدي ويشري دار، معناك البعث العقاري يخدم، النقل يخدم، كل الناس كل مقاولين من جميع اختصاصاتهم. اليوم المقاولين يكلموا فيه، مقاولين نتاع الكهرباء، مقاولين راهو اسمع اشغال العام نتاع الجبس نتاع الكهرباء، راهو مش طروط، راهي اسمع خدمه صحيح، خدمه طروط وقناطر هي تعطينا اليوم اللي مرتبط معناها المهن المكمله للقطاع البناء. المقاولين مقاولين من جميع اختصاصات نتاعهم، ثم ناس كانت عنده 17 شانتي، معناه مقاول كهرباء عنده 70 و80 عامل، اليوم ولا يعمل في فينيسيون في شانتي وكل وقف والخدمه نتاعو، اليوم ما عادش يخدمه. اليوم زاد كيف البناء الفوضوي تعمم في كل جهه، وقت اليوم ما معناها كل شيء نغلى في البلاد وكل شيء معناها والضغط الجبائي بطبيعه، اليوم المواطن يولي يمشي يدبر راسه وياخذ يبني فوق داره. ساعات احنا كيف ندخلوا الى اغلب الاحيان نقولوا يا اخي البلاد هذه ما فيهاش ديزارشيتيك، ما فماش تصور عقاري باش تنجم تكون حتى احياء جديده، هذاك علاش فما مشاكل بالجمله بكل صراحه. في القريب العاجل الان وهنا باش نعطيك كلمه الختام سي فهمي، باش حتى فما زاد فما شكون يسال فينا على قال لك 6000 هذو كيفاش نجموا نعرفوهم وكيفاش نجموا نشاركوا كيفاش نجموا نجيو، فما برشا يسالوا على سيدي مرحبا بهم، يجموا يتصلوا بالغرفه النقابيه الوطنيه معناها الباحثين العقاريين ونوجههم، وعندنا تجم تقول في كامل انحاء الجمهوريه حتى في جابس عندنا مش الكامل، وخاصه المدن الساحليه موجود فيهم، عندنا في باجه، عندنا في جابس، عندنا في صفاقس، المهديه، المنستير، ولايه نابل، عندنا في ولايه بن عروس، عندنا ولايه ريانه، ولايه منوبه، ولايه تونس، ولايه بن زرت، عندنا في خاصه معناها يتصلوا بالغرفه ونوجههم عند باحثين العقاريين. نتمنى اللي الصوت هذا يوصل للحكومه، خاطر احنا لحد الان التو معناها ما ثم حتى قرارات لفايده القطاع هذا، ان شاء الله نستناو. قال سيد رئيس الحكومه عندنا جمعتي معناها بدايه ماي ظهر لي الاسبوع الاول والثاني، ربما ثم بعض احنا كباحثين عقاريين مستثنين معناها باعث عقاري، اما ممكن للمقاول نتاع الاشغال العامه والمقاولين الاخرين معناها النجار اللي نعطوه بالنجار عنده حانوت نجار، ثم النجاره معناها تتنقل، ثم معامل نتاع نجاره معناها تتنقل وتمشي للشوانط، دونك احنا معناها ثم بعض القطاعات اللي مش ان شاء الله نهار 2/4 ماي مش يبداو مش ترجع تخدم. لكن هنا نحب نقول لك راهو شوف احنا الجامعه الوطنيه للبناء عندنا صناعه مربعات الخزفيه، عندنا صناعه الاجر، عندنا صناعه مواد الصحيه، عندنا تحويل باللور والمرآه، تحويل الرخام، صناعه الجليز، صناعه باللور المجوف، صناعه وتجاره البي في سي، صناعة وتجارة البي في سي، انتاج الجبس، الاسفلت، انتاج الحديد والحديد البناء، الحديد من كل الواحد نتاعو، عندنا كيف تجارة مواد البناء بالجملة، عندنا تجارة مواد البناء بالتفصيل، عندنا الوكلاء العقاريين اللي هما القلب النابض نتاع القطاع، نتاع قطاع البناء زاد كيف الوكلاء العقاريين، عندنا تجارة مواد التشطيب والتنهية معناها الفينيسيون، عندنا يا سيدي كيف قطاع فمرمل استغلال مقاطع الحجارة، عندنا استغلال مقاطع الحجارة الشبه رخامية، عندنا كيف القطاع البحث العقاري، عندنا مكاتب الدراسات الجيولوجية تبين الغرفة نتاعنا، عندنا معمل نتاع السيمان، عندنا من جميع معناها أكثر من 200 مهنة مربوطة بهذايا، ينعم أكثر من 200 مهنة مربوطة بقطاع معناها البناء وقطاع خاصة قطاع العقاري بحث العقاري. دونك انا نعود نتوجه احنا ان شاء الله طالبين من السيد رئيس الحكومة باش معناها طلبنا لقاء معاه ان شاء الله يتم هذا في القريب العاجل. احنا مش نحكيه على القطاع نتاعنا، مش نحكيه على حاجة تفيد المواطن التونسي، مش نحكيه على حاجة تفيد الاقتصاد وتدفع في معناها تدفع في الحركة الاقتصادية نتاع البلاد، واحنا قطاع البناء
القطاع والبناء وقطاع البعث العقاري اللي هو اليوم يحتضر قادر باش يدفع يعطي دفع كبير للاقتصاد الوطني. طلبنا من السيد رئيس وزير المالية زاد لقاء، ننتظره ربما يكون في القريب العاجل باش نحكي على القطاع، باش نحكي على مشاغلنا ونعطيه مشاغل القطاع هذا ونعطيه نظرة للقطاع نتاعنا كيفاش نشوفوه في المستقبل باش يدفع في الحركة الاقتصادية. على كل ربي معاكم، وإن شاء الله في القريب العاجل أنه نعرف مليح الأزمة الصحية غير مسبوقة، ولكن زادة حابين لك رهنا الأزمة هذه وريت قديش عنا ضغط على مستوى السكن، مشكلة كبيرة اليوم في السكن اللي قاعد يعاني فيه المواطن التونسي، و حبوا يسكنوا، حبوا نسكنوا، واحنا نحبوا نسكنوا، نحبوا نسكنوا في ديار محترمة، ونحبوا نعيشوا في ديار كيما 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 جاء في نص الدستور. على كل بارك الله فيك سي فهمي شعبان، رئيس الغرفة النقابية للباحثين العقاريين، قطاع البناء اللي يعيش أزمة غير مسبوقة وهذايا قاعدين نراو فيه، والمواطن هو مواطن هو الأول والآخر اللي باش يخلص الفاتورة هذه بطبيعة الحال. إن شاء الله تتحسن الأمور وإن شاء الله تتحرك الأمور. شكرا على حضوركم معنا. شكرا على الاستضافة، ونحيي كل مستمعي راديو ماد. شكرا جزيلا. فاصل وهنا